ما زال الحديث عن الحوار الوطني مستمر، ونواب البرلمان كان ليهم مشاركة كبيرة في جلسات الحوار الوطني وعندهم أفكار كتير فيما يخص الملفات اللي بتهم المواطن. خلينا نتابع مع حضراتكم لقاء مع النائب هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة للحوار الوطني. الحقيقة احنا النهاردة يعني انا شاركت في الجلسة الخاصة بالثقافة والهوية الوطنية. الجلسة جلسة سريعة جدا، شارك فيها العديد من الخبراء في هذا الامر ومن ممثلي الاحزاب والاتجاهات السياسية. استفدت جدا من وجودي في الجلسة، لان الحقيقة الهوية الوطنية ده من الموضوعات المهمة جدا اللي احنا المفروض يعني نبدأ ننظر لها بنظرة مختلفة من اجل التأكيد على الهوية الوطنية للمواطن المصري اللي جمعت بين العديد من الثقافات، الثقافة الفرعونية والثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية والثقافات اللي اكتسبناها من دول حوض البحر الأحمر، حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وبالتالي النهاردة أنا محتاج أدعم هذه الهوية الوطنية ودعم الانتماء، وخصوصا عند الشباب اللي هم الحقيقة قد يكونوا غير ملمين ومدركين لتاريخهم ولتاريخ بلدهم وللبطولات اللي قام بيها المصريين، واللي أكدت أن المصري هو خليط بين كل هذه الثقافات وثقافة مختلفة عن كل هذه الثقافات. يعني رغم أن احنا ثقافتنا مبنية من ثقافات متعددة، لكن لنا هوية ثقافية متميزة وهوية وطنية متميزة عن كل دول العالم. الحقيقة نرجع بقى لموضوعنا وهو ما يتعلق بموضوع محور الزراعة والري. الزراعة والري على أولوية الاهتمامات في الدولة المصرية، ويمكن السيد الرئيس في كل حواراته بيؤكد على ذلك نتيجة العديد من الأسباب، آخرها طبعا الظروف اللي مر بها العالم سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليه من نقص في إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار الغذاء عالميا. وده رتب علينا في مصر إن احنا لازم نفكر بطريقة مختلفة مبنية على ان احنا نحقق جزء من الاكتفاء، او هنقول اكتفاء ذاتي نسبي، وخصوصا في المحاصيل الاستراتيجية. والحقيقة احنا كمجلس نواب بالتعاون مع الدولة، لان احنا جزء من اجزاء الدولة، بدأنا النهاردة نفكر في يعني اعداد قوانين، وقد سبق واعددنا قوانين زي قانون الزراعة التعقيدية، قانون الري، قانون الزراعة العضوية، بحيث ان ده يدعم التوجه الموجود دلوقتي في التوسعات الأفقية والرأسية من أجل توفير الغذاء للمواطن المصري.